كيبرزطني والمراه هي زعما نادم في كرشه 9 شهور ومين كتجي تنعس الشهر الثامن والتاسع كتطلع على الطريف ديال الكمود وتهز رجلها بشويه علاش ديك الحمل هو يجي بحال كيدار ويتصيب بحال فين علاش ما هيس والو وكاين اللي كيطيح على الكمود ويبقى ناعس واحد طاح على الكمود سيكا كماله علاش ما فكرش والو فحنا نقدروا التعب اللي كيضرب هذه المراه هذه وخا تغلط معنا ولادي والرسول صلى الله عليه وسلم قال بان المراه وخا تحسن ليله حياتك كامله تخطا شي نهار تقول لك انا عمري ما شفت معك شي نهار ابيض ولهذا اللي غايجيب المراه ديالو ليله العرس العروس واحد الشيخ قال له ثم نجيبها وزنها الميزان وزنها زممونا شهر 9 كدا فيه 2016 50 كيلو فيها غضرب واحد عامين معاها وتقول لك جيب لي الروز تجيبو الصفار وهي كتقاد لك ديك البياض تقول لك عمرك ما تسمع الكلام ديالي وانت يز معايا الضيق عمري ما شفت معاك الربح انا النهار اللي ديتك ما شفت معاك جبت ديك الميزان وتقول لها طلع فوق هذا الميزان غتجبر فيها 60 غتقول لها جبتك فيك 50 ودابا 60 هذه 10 ديالي غتزدحني فيها 10 كامله كيلو جوج نقولوا ما الدنيا هاني ولكن 10 غنكا 10 زدتي معايا هذه البطاطا ديالي مطيشه ديالي الحوت اللي جبتي معايا زاد فيك 10 فلهذا عمل الحساب ديالك ان الانسان يحاول ان المرء يكرمه وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي واستوصوا بالنساء خيرا اكرم الانسان المراه واللي بغى يفوز بالقلب ديال المراه القلب ديال المراه اذا بغيتي تفوز به انك تحسن اليها ما استطعت تحسن اليها دي طيبت لك على العدس قول له فريش العدس ولا الكرامه لا تشي جديد هي العدس عاديه ولكن انت عاشقه واش فهمتي طيبت لك تشارميلا قول له لطف لطف على تشارميلا هذا بكير كاع واش بيستاج ولا تشارميلا تشارميلا بحال الناس حمطه ولكن انت شكار قول له راه نبوس ديك اليد اللي عندك لان علاش هذه مش الحياه دحله ونختم بهذه يعني باش ما نختم بهذه مساله الزواج ان حتى الزوج دابا واش ما تبان هذا تعيش الحياه وتعلمها وتقول لها تزين باش ما يجي للدار ما تجبرش شيخ احمد الميكانيك واش عارف وكاميسون 60 درهم مريش باللي خيا لا لا كل تزيين وتعدل وكذا وهذه حنا الرجل مطلوب كيحب هادشي في المراه شحال كتجبر اخر تزوج بالمراه هو كيتشوف في الزنقه علاش ما كتلبس له شي المراه ما كتلبس شي وتزين حتى هو هو داخل بالشرطه 94 مهري فهمتي هذاك اللي كيفرقوا في الزنزان بياط وديك العله وما مهري ما الكومة ما بقاتلوش الملبس الأونو حمر فيه النجمة شي حاجة واحدة الماركة شي واحد 80 درهم خاص بالدخلة هكدا وسكسك وكل تشكلي وحلاق وكذا واش فهمتي أجبرو ماشي من الخدمة فيه العلاقة ناعمة ما كاهوش السكسك قطع الضفرين وكذا وكل تشكلي تانتا وكل كلام مزيون باش تا هي كذلك عاو هي كتجبر شحال من واحد كتجبر المرة ديالو ما كتعاملش معاها مزيان في الدار البوطه تقاضت العيل طاح الدواء تقاضى مول الضوجه مول الكرا كيفتش عليك شاب ديك الباب ويخرج كيمشي طور حد البارك كيقول له القاتلة كوة القاتلة فيك انت وما خصكش تمشي بالعشرين خصك تمشي بمية باش الله تفوت مع هذه المرأة ما بعشرين غادي يحقد علاش كيقنط في الدار ماشي بحال اخر كيجي كيجبرها لابسة ومكحلة ومزينة ومعدلة علاش كيسلموا عليه صحابو كيقولوا له حمزه واش نوقفو كيقول له معاه مشغول عندي شي شغيه شغيه المراه هي كتعمل في الدار وكعيبه دواد كتدخل تقبل وتقول له مرحبا بك وتضحك وكذا ماشي اخر علاش كيهرب البارشي خمسه تروح على البارشي عيد العرش خمسه تروح كاملين في القهوه علاش كيقول ما رجعش للدار علاش ارجع للدار غيجبر حميد وشبيره مكرمله واش الراجل ولا فلهذا كتجبرو كيهرب القهوه لكن الراجل اللي يجبر المراه فيها الانوثه وكتلبس مزيان وتكلم معاه وكلمه طيبه والله ما يبقاش في الزنقه ويجلس ويضيع الوقت ديالو وفلوسه كتجبرو خارج في سته من الخدمه السته وتولد كيكون في الدار كيحل ويدخل علاش كيحس بالهناء شحال من واحد والكلام ديالها طيب اخر كتجبر المراه كتهضر مع صاحبتها في التليفون لبنى كيف حالك لاباس بخير ما يجي الراجل ديالها وصافي جبتي ديك الزيت وديك البطاطا اللي قلت لك والطحين اش ما تقول شي وجبتي الزيت لا ما يسمعش هو مسكين هادشي ولهذا اخر مشى للتليفون مشى قطع كارطه صغيره باش عرف ديك التليفون دا شريتها الايفون سكينه صغيره مواسطه وكبيره هو عنده ديك مواسطه بخصوص ارجاع صغيره ومشى لاتصالات المغرب جبرت تما واحد البنت قال لها خليني نقطع هذه الله يجازيك بخير اختي
هذيك العائله اللي الموظف اللي تصرف مره انت كيفاش باش كيكونوا كذا الموظف اللي خدامين تما. قالت لهم قطعوها صغيره مره ولا موقعه؟ قال لها قطعوها. اول مره يسمع قال لها عباد الله. قالت قال لا يا اخت زويف هاي المراه فين هي؟ انا عندي قويد الرده. علاش الصوت ديالها مباع باع؟ والله يا اخي الشيشة هذي. هذا الراجل مطلوب في المرأة أن يكون فيها الأولوتو باش ما يشوفش في الزنقة. شحال من واحد ما كتلبسلوش المرأة في الدار كيكون جالس كيقول له صاحبو كيتهاود معاه كيقول له فايبا لك؟ يقول له أنا بياسة كازال. ما عندكش بياسة في الدار؟ وقل لعلمة وتشوف فيك هاد الشيء تلبس له. ابن عباس كيقول إني أحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين لي. تنت تزين له ولبس مزيان وكذا تيكلم طيب باش تسمع وتنت عاود وتكحرش وراجل تا هي كيحب. انت كيعجبك المراه تكون انثى وهي كيعجب الراجل يكحرش عاود كذلك رجل. حنا كنا بارسل وانا كنصلي في العصر في واحد المسجد وبها اختي ان شاء الله وهو واحد السيد صنالو التليفون. صنالو التليفون فعوط عادي ديك التليفونات عادي فعوط يتكي على هذيك يقطع حمار تكى على اوكي وجوج د المرات عرف صنالو التليفون بقى كيتكي تكى على اوكي جوج د المرات شنو يخدم؟ حنا في الصالة ساجدين السجدة الأولى ونسجدوا السجدة الثانية. في ديك السجدة الثانية ما ينوضنا صنالو التليفون في وسط الجامع تكا على أوكي جد المرة خدم ديك البوق وكبي الصوت ألطابوس هو تكا عليه وخدم ديك ألطابوس. حنا ساجدين كنسمعوا حميد حميد رد عليا حميد العصر مشات واش اللي يسمع هذا علي؟ القلقل سبحان ربي الأعلى تفاضل تقول من بك الأحرار مشرقة حميد وهذيك الصوت باقي في ودني انا لحد الان انا مآدي. الله يغفر له الله يسامح له ادانا زعما الله وتعدى علينا الله يغفر له حميد. قلت له صاحبي عندك بحال هذه ما نخليها لا طيب لا تصدق هذه صغارتي يقول لي حميد وانا والمشاكل يتحمل علاش فلهذا الانسان هكذا المرأة شوف سبحان الله اخر دابا كتجبر المرأة ديالو ما كتمشي معاه مزيان ما كتعطيش حقه وتلبس له وتزين. فلهذا الشباب خصهم يعرفوا هذه المسألة ويعلمها هي المرأة يعلمها ويقول لها كيفاش وتستافد منه تا هو ويكون هذا الشيء باش كيجي كيجي بالقراية. ولهذا كيقول لك الكواردة سلموا شبروا الدنايا. لا لا ماشي قضية الكوار عندهم جد العقول ولا جد الريوس. لا لا الكواردة سلموا كيبداو باللي بدا به الوحي. أول آية نزلت أول كلمة من الوحي شنو هي؟ اقرأ